أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. As you know, the time is very short and very counted. I will put a glance on my subject due to insufficiency of time. Anyway, أحمد الله الذي منحني هذه الفرصة الثانية الذهبية لأن أقوم لديكم وأن أقدم الورقة في الموضوع سياسة الشورى الإسلامية. إني أقرأ سطحيا خارجيا لضيق الوقت. إن الإسلام دين حنيف ممتاز من سائر الأديان حقا، وللإسلام في سائر الأمور موقف ونظرية، وملاحظات الإسلام عن السياسة والشورى مما تسوس إلى شاطئ الرشد والخير، لأنه بحذافيرها من جانب الله عز وجل. وإني إن شاء الله أناقش هذا هنا عن سياسة الشورى الإسلامية. الشورى ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في ثلاثة مواضع وبصيغ مختلفة، بما يدل على أهميتها وكقيمة اجتماعية وسياسية سامية. بل إن الشورى قد اختصت بسورة في القرآن سميت بها، وهي سورة الشورى. المورد الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إلى قوله تعالى واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فالقرآن الكريم يوجهنا لأن نجابر في رضاع البلد في أصغر بنية في المجتمع وهي الأسرة، فكيف والحال أولى في مصير الأمة بأسرها. المورد الثاني، فبما رحمة من الله لنت لهم، إلى قوله تعالى إن الله يحب المتوكلين، سورة آل عمران. وفيه رأيان، أحدهما يقول بالعزيمة على رأي النبي صلى الله عليه وسلم، والرأي الثاني التوكل على الله بما بعد تمام المشاورة والعزم على إملاء ما ترجحه الشورى، وهو الرأي الأظهر تدعمه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد. واستنادا للآيات الثلاثة، يتضح أن الشورى مبدأ إسلامي عام للسياسة والاجتماع، أن للشورى مجالان، مشورة الحاكم المسلم لرعيته ومشورة الرعية المسلمة فيما بينها. إن مبدأ التشاور خاص بشؤون المسلمين عدا الأحكام الشرعية التي ورد فيها النص من الشارع المقدس. معنى الشورى، التشاور والمشورة والمشاورة هي استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض. النمط التاريخي في المشورة في الشورى، وهناك كثير من الأدلة التاريخية للمشاورة التي نتخذها نمطا. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة ذوي الرأي والفقه دعا رجالا من المهاجرين والأنصار، دعا عمر رضي الله عنه وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنه وعنهم وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. فمضى أبو بكر رضي الله عنه على ذلك، ثم ولي عمر رضي الله عنه. والأخبار في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين تكثر جدا وتخرج بنا عن حد الاختصار. وسنذكر شيئا من كلام الحكماء والبلغاء والأعيان. فينبغي للملك والإمام إذا كان ذي رأي أصيل أن يستشير فيستنير ويستمد ولا يستبد. فإن ثمرة المشاورة أحلى من العسل المشوب. وقال الحسن رضي الله عنه، والله ما تشاور قوم قط إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم. وقال أنس مالك بن أنس رضي الله عنه، ما تشاور قوم إلا هداهم الله إلى رشدهم. وشاور عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم غنيا عن الاستشارة غنيا عن الشورى في قصة الإفك في أمر عائشة رضي الله عنها. الشورى نوعان، عامة وخاصة. أما الشورى بمعناها العام فقد دل عليها قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وذلك في سياق مدح المسلمين بأنهم من أهم ما يتميزون به من أن غيرهم أنهم يتشاورون في أمرهم في أمورهم، ولا يستبد أحدهم بالرأي دون الآخرين بل يشركهم فيه. وهذا لا يختص بالحاكم وحده، بل يتعلق بكل من له مسؤولية يشرف بها على غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكما أن الحاكم مسؤول عن رعيته بإدارة شؤونها وحفظ أموالها وصون أعراضها، فإن الأب أيضا مسؤول عن أسرته التي يشرف على مصالحها، والأم مسؤولة عن شؤون زوجها وأبنائها
وبناتها وبيتها فكل هؤلاء مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن الأمانة المنوطة بعهدتهم والتي لا يمكنهم حفظها ورعايتها إلا بالالتزام بمبدأ الشورى. ولا شك أن الشورى بهذا المعنى ذات دلالة اجتماعية عامة تتجاوز المجال السياسي. فالشورى هي مفتاح الأمان لسلامة تلك الأمانة وصيانتها من كل مكروه. وقد جاء في الأثر من قول الحسن رضي الله عنه: ما تشاور قوم قط بينهم إلا عزم الله لهم بالرشد. فهذه الشورى بمعناه العام تتعدى المعنى السياسي الخاص إلى تصرفات المسلم في مختلف شؤونه المهمة التي لا يتضح أمرها له. الاستشارية في الحكومات الإسلامية أو الحكومات الزمنية هي صمام الأمان، لأن الناس كما يحتاجون إلى ملء بطونهم يحتاجون إلى ملء أذهانهم. لأن الناس عندما يرون عدم تطبيق قانون الإسلام الذي هو الشورى ينفضون من حوله. وإن حسن الاستنباط والتطبيق المفروض في الحاكم الإسلامي لا يكون إلا بالاستشارية، ودليل ذلك فشل الحكومات الإسلامية في العصر الحالي في جمع الناس حولها. وكذلك قد فشلت الخلافة العموية لأنها مارست الإرهاب والاستبداد. وكذلك الخلافة العباسية حكمت بالحديد ثم سقطت إلى الأبد. والشيء نفسه بالنسبة للخلافة العثمانية التي سقطت واندثرت ولم يترحم عليها أحد. فالاستشارية معناها تطبيق المئات من الأحكام الإسلامية إضافة لتطبيق مبدأ الشورى في الحكم. فلا يجوز للحاكم المسلم المتصرف في شؤون الآخرين أن يستبد برأيه فيعرض عن الاستشارة، ولا أن يستشير ثم يستخف برأي مستشاريه استعلاء عليهم. لأنه قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن والمستشير معان. فإذا اتفق رأي المستشارين على أمر وجب على الحاكم المسلم اتباعه ولو كان مخالفا لرأيه، كما وقع في استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لزعماء الأنصار في غزوة الأحزاب، حيث لم يقبلوا أرض الرسول صلى الله عليه وسلم المتمثل في التصالح مع قبيلة غطفان على جزء من ثمار المدينة، فالتزم برأيهم الرافض للصلح الذي اقتره عليهم بادئ الأمر. أما إذا اختلفت مواقف المستشارين فعلى الحاكم الاستجابة للرأي الراجح، والترجيح لا يكون إلا بالاستشارية، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب لرأي الأكثرية الراغبة في الخروج لقتال العدو خارج المدينة في غزوة أحد، مع أن أولئك كانوا من الشباب، ومع أن رأي الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وشيوخ من صحابته كان على خلافه. ولكن إن الرسول أراد بذلك أن يرسخ مبدأ الشورى ووجوب الالتزام بها في أذهان المسلمين بين الشورى والديمقراطية. لقد تبين معنى الشورى في الإسلام بدلالتها الاجتماعية العامة والسياسية الخاصة. أما الديمقراطية فهي على الرأي الراجح مذهب سياسي غربي المنشأ، فقد نشأ ابتداء في بلاد الإغريق وخصوصا في مدينة أثينا، ومعناه اللفظي سلطة الشعب، وعرفت بأنها نظام برلماني انتخابي يضمن حقوق المواطن من خلال المشاركة المباشرة أو غير المباشرة، ولهذا الأخير في الانتخاب ما يحافل على المصلحة المشتركة للأمة. وهكذا عرفت نظريا بوصفها وحكومة الشعب بالشعب ومن أجل الشعب. فالديمقراطية بهذا المعنى مذهب سياسي جاء ليحقق العدالة والتسوية الاجتماعية. ويرد هناك سؤال أنه طالما أن كل من الشورى والديمقراطية جاء لتحقيق العدالة السياسية والاجتماعية، فلماذا لا نعتبر أن النظام السياسي في الدولة الإسلامية ديمقراطيا؟ وجوابه: إن الشورى الإسلامية هي ذاتها الديمقراطية السياسية. إن الإمام هو سائد الشورى، فأولا تعيين الإمام واجب محتم فنبحث فيه. تعيين الإمام: أجمعت الأمة قاطبة إلا من لا يعتد بخلافه على وجوب نسب الإمام على الإطلاق، فإن اختلفوا في أوصافه وشرائطه وفي الحديث السلطان ذل الله سبحانه وتعالى في الأرض يأوي إليه كل مظلوم. إنه ينتخب بالمشاورة كما انتخب الخلفاء الراشدون مثل عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، ومسألة اختياره تعتمد على النفس في المقام الأول ثم على الأقل. فالأقل يقول: إن الناس في كل وقت محتاجون إلى عالم بكل ما كلف الله سبحانه وتعالى به عباده، وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده من حلال وحرام وكراهة. ونسب الإمام لطف، واللطف واجب على الله سبحانه وتعالى.
إن تعيين الإمام بالنص إنما يؤكد أهمية منصب الإمامة وضرورته وكونه مسألة شرعية في المقام الأول لا مجال لتدخل اجتهادات الناس فيها. وقال القرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى في تفسيره: والشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف وينظر أقربها قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه، فإذا أرشده الله سبحانه وتعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه. إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب، وبهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. فالإمامة هي نتاج هذا التصور، والإمام هو الرئيس يقع اختياره لكي ينوب عن الأمة في قيادة سفينتها في بحر متلاطم الأمواج، وهو الأقدر على هذه المهمة. وعندما تؤمر الأمة بطاعة الإمام فإنما تؤمر بطاعة من فوضت إليه أمرها لئلا تقع الفوضى والأزمات وتضطرب الأمور. أهل الشورى والشروط المتوفرة فيهم، وهؤلاء الشورى هم الذين يتولون عن الأمة أعظم التبعات وأكثرها خطرة، وهم المسلمون بالأهل الحل والأقد عند قوم، وأهل الاختيار عند الآخرين، وأهل العلم عند من بقي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته. وفائدة الشورى تظهر على اختلاف الدرجات: الأول تطيب القلوب، الثاني اجتماع الرأي في تحصيل المصلحة، الثالث إن المشاورة في طلب الحق من باب المجاهدة في الله سبحانه وتعالى فيكون وجها للوصول إلى الخير، الرابع استخراج الأدلة ومعرفة الحق، الخامس تهذيب رأي صاحب الأمر وما يعتريه من نقص وخلل. وقال الإمام الماوردي رحمه الله سبحانه وتعالى في قوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجعل تفويض الأمر إلى وليه سببا لحصول العلم وسداد الأمر. الشروط المتوفرة لأهل الشورى: الأول أن يكون تقيا يخشى الله، الثاني أن يكون عاقلا من ذوي النهى والألباب، الثالث أن يكون من ذوي التجارب في الحياة، الرابع أن يكون عالما وليس جاهلا حتى لو كان صديقا ولو كان قريبا، الخامس أن يكون موصوفا بالحزم من لا يصلح للمشاورة وهم العدو الذي يخفي عداوته، والكذاب والبخيل والحريص على الدنيا والجبان. ثلاث قضايا تحبط الشورى وتمنع وصول الفرد أو الجماعة إلى الرأي الناجح إلى الرأي السديد: الأول مخالفة الشريعة، الثاني نقل الشورى برأي مخالف والعمل خلاف ذلك، الثالث اتباع الهوى لأن الهوى والشهوات تدفع بالإنسان إلى اختيار الرأي المنسجم ورغباته. وليس المراد بالشورى مجرد المشاورة الفردية التي يستشير فيها الحاكم أهل الخبرة، وإنما المراد بها أن تكون قاعدة من قواعد الحكم ومنهجيا واضح المعالم في تكوين علاقات تعاونية وتكافلية تؤكد مبدأ المشاركة بين السلطة والأمة. فالشورى يتناول هذه المعاني الجامعة المانعة، وهذا المفهوم لمعنى الشورى يبرز دور الأمة كركن أساسي في قاعدة الحكم، وربما يكون هذا الركن هو الركن الوحيد الذي ترتكز عليه قواعد الحكم. والشورى هي أداة تمكين للحاكم، هي أداة تمكين الحاكم من أمرين: الأمر الأول معرفة المصالح، والمصالح هي حقوق مشروعة للأمة، الأمر الثاني إشراك أهل الحل والعقد من ممثل الأمة فيما يتعلق بشؤون الحكم استمالة لهم لتدعيم سلطة الحاكم فيما يقدم عليه من خطوات وما يتخذه من قرارات، وإشعار الأمة بواجب التناصر والتكافل والتآزر لمواجهة التحديات والأزمات والأخطار. وإذا كانت المسؤولية قائمة على أساس التفضيل المشروط بحماية مصالح الأمة فإن مقتضى التفضيل يفيد أن الإمام هو صاحب القرار النهائي، وأن الشورى لا تلزمه ما دام يرى المصلحة في غير ما رآه أهل الحل والأقد، وبمقتضى عقد التفضيل يملك أن يأخذ القرار الذي يترجح لديه بحكم مسؤوليته.
والشورى هي الأداة الحقيقية لمواجهة الأمراض الاجتماعية، وهي الحل الوحيد والفريد، الحل الحقيقي والوحيد لظاهرة التوتر والتطرف. إن الشورى التي دعا إليه الإسلام واعتبرها من مقومات الحكم ومرتكزاته هي التي تمكن المواطن من المشاركة الجادة في صنع القرار السياسي من خلال إقامة هيئات تمثيلية منتخبة تملك سلطة القرار، التي يمكنها من الدفاع عن مصالح الأمة وإقرار دساتير وقوانين لحماية حقوق الإنسان وضمان حريته الأساسية. وأكد ابن خلدون في مقدمته أن الشرع لم يذم الحكم لذاته، وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه كالقهر والظلم والتمتع باللذات، وأثنى الشرع على العدل والنسبة وإقامة مراسم الدين. الأقوال العيان في المشاورة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأي الشيخ خير من مشهد العلام، الاستشارة عين الهداية، أفضل الناس رأيا من لا يستغني عن رأي مشير، ما ظل من استشار. وقول آخر: لا يستغني العاقل عن المشاورة. وقول آخر: باكروا فالبركة في المباكرة، وشاوروا فالنجح في المشاورة. فالشورى هي من أبرز علامات الهداية والقوة والحكمة والعقل، فالإنسان الذي يعتمد المشورة في حياته هو المتميز بين الناس بالنجاح والأفضلية، فهو يتخذ من الشورى سبيلا إلى الهداية، وهو بالتالي محسن عن الضلال والانحراف. فمن مستلزمات المستشير أولا وقبل كل شيء أن يفكر في أمره، وأن لا يغلق على نفسه أبواب التفكير اعتمادا على المشورة فقط، لأن التفكير المستقيم قد ينفعه عند المشورة وبعد المشاورة والمشورة عليه أن يتحلى بالحزم، فبدونه لا فائدة من الشورى. والحزم هو الإصرار على العمل وترك التردد والتذبذب في الرأي وجبر المشكلة. فإن السياسة الإسلامية تشتكي بالطامة الكبرى، والمملكات الإسلامية قد حُفّلت من الموافق الإسلامية والمبادئ الدينية القيمة، واستغنوا بآرائهم ومنظرياتهم الشخصية تهدف الربح الفاني، وتستبد بذوات الهيمنة على السلطة، ولا يعتبرون شعور الملأ وعواطفهم. والعلاج لحل مشكلة الاستبداد يكون في تقسيم القدرة. ومن المؤكد أن الجسم المريض من فترة ليست بالقليلة لا يمكن علاجه بمدة قصيرة. كذلك المسلمون الذي عش الاستبداد في دولهم قرونا لا يعالج داؤهم إلا بنشر الوعي العام بكل الوسائل الإعلامية الممكنة. والمطلوب الشروع بالعلاج حسب قدرته العلمية والمادية. ففي حديث صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، وإلا فعليه لعنة الله. الوقت ضيق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.